الأسنان الجغرافية في المملكة العربية السعودية من اللجان السباقة في الوطن العربي في إنشائها، وأكيد في النهاية هي تخدم الشعب العربي الأسنان الجغرافية وتخدم المملكة في المقام الأول وتخدم كل الجهود في مجال الأسنان الجغرافية. بكل فخر أستطيع القول أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية تلعب الآن دور مهم جداً على المستوى الوطني داخل المملكة العربية السعودية وعلى مستوى الشعب العربي الأسماء الجغرافية في الوطن العربي.